فريدة من نوعها تنظم حلبة مرساياس أولى البطولات الخاصة بها، وهي كأس TRD86 بإشراف نادي ياس لسباقات السيارات. هذه كانت مبادرة من مبادرات نادي ياس لسباقات السيارات. الهدف منها كان أن نخلق جولات سباقات جديدة فيها عوامل مخفضة للدخول، فتسمح للناس اللي يبون يشاركون واللي عندهم شغف رياضة السيارات يدخلون المجال هذا من دون ما تكون عليهم التكاليف العالية. وتتألف البطولة من 6 جولات تنطلق في شهر ديسمبر وتنتهي في شهر إبريل، ويقام في كل منها سباقين، وسيتم تعديل مسار الحلبة في كل جولة، ويتنافس جميع السائقين في هذه البطولة على خط النهاية، إضافة إلى أن كلفة المشاركة فيها تعتبر منخفضة. It's affordable. It's a low level entry, so middle class families, I mean, they can afford it as well. So that's why I choose this one to. This is the best way to get into racing career. وسيقوم عدد من الخبراء بمساعدة جميع المشاركين في بطولة كأس TRD86 التي سيقود فيها المتسابقون سيارة مجهزة من قبل قسم رياضي للصانع الياباني تويوتا بأعلى المواصفات العالمية من ناحية الجودة والسلامة العامة. ويمكن أن تصل قوة السيارة الحصانية إلى 200 حصان، إذ تم تجهيزها بمحرك سعة 2 لتر ذات 4 أسطوانات يعمل بطريقة احتراق عادية وعلبة تروس ب6 سرعات يدوية، كما تعمل السيارة بقوة دفع خلفية. كل السواقين اللي تشوفينهم اليوم أكثرهم 9 من 10 أول سباق لهم اليوم، فالبطولة متوفرة للجميع. لتفادي أي مخاطرة لجأ السائقون 9 الجدد والمخضرم كريم الأزهري إلى انطلاقة متحركة في السباق الأول من كأس TRD86 لمسافة 8 لفات حول حلبة مرساياس. وشهدت اللفة الأولى من السباق لحظات من الإثارة عند اصطدام السائق الإيراني سام طاهري بالسائق الهندي شبن يوسف، الأمر الذي تسبب بانسحاب طاهري بسبب تضرر سيارته. ولم يكن فوزا سهلا للأزهري الذي لقي ضغطا مفاجئا من الفهيم الذي عبر خط النهاية خلفه مباشرة، وعبر السائق الألماني توم فيركوين خط النهاية في المركز الثالث، فكان الفوز في السباق الافتتاحي من كاس TRD86 من نصيب السائق المولود في الإمارات العربية المتحدة كريم الأزهري، مسجلا اللفة الأسرع في السباق بزمن بلغ 2:43.442 وبمعدل سرعة بلغ 120 كيلومترا في الساعة. Because I thought I could get a gap at the beginning and have an easy day in the office, but yeah, it was not as easy as I thought. لننتقل في هذه الأثناء إلى الشمال قليلاً، وبالتحديد إلى حلبة دبي أوتودروم التي كانت محط الأنظار خلال نهاية الأسبوع الماضي لاستضافتها الجولة الثانية من الموسم السادس لتحدي كأس بورشي جي تي 3 الشرق الأوسط، حيث يتسابق فريقان على أرضهما هما النابودة للسباقات وسكاي دايف دبي فالكونز. وكان سائق النابودة كليمنز شميد قد حقق مركز الانطلاق الأول للسباق الافتتاحي، إلا أن انطلاقته كانت ضعيفة ما سمح للمنطلقين من المركزين الثاني والثالث سعيد المهيري وزيد أشكناني بتجاوزه، كما خسر شميد مراكز عديدة إثر احتكاكه بسيارة شارلي فرخنز. ورغم الضغوطات الكبيرة التي تلقاها من أشكناني حافظ المهيري على صدارته، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإماراتي حشر آل مكتوم بعد أن تجاوز السعودي عبد العزيز تركي الفيصل الذي يشارك كضيف في هذه الجولة، فيما تمكن شميد من تعويض بعض المراكز وأنهى السباق في المركز الخامس
وكان الفوز في السباق الثاني من نصيب كليمنز شميد الذي تفوق على أشكناني، بينما حقق آل مكتوم منصة التتويج الثانية له ولفريقه في هذه الجولة. للسنة الرابعة على التوالي كانت حلبة مرسياس مسرحاً للمنافسة والقدرة على التحمل في سباق الخليج 12 ساعة الذي يتألف من قسمين مدة كل منهما 6 ساعات بمشاركة 22 سيارة. وبدأت الإثارة في الأمتار الأولى للسباق، حيث تقدم سائق فريق أبوظبي مرسيدس جيرون باليك مولن إلى المركز الأول متجاوزاً سيارتي فريق آي إف كورس فيراري وفون راين ريسينج مكلارن عند الانطلاقة. وشهدت الساعات الأولى منافسة محتدمة على الصدارة، حيث كانت كلمة الحسم في القسم الأول للسباق لسيارة فيراري متقدمة على سيارة فريق أبوظبي وسيارة المكلارن خلفهما. ومع بداية القسم الثاني من السباق كانت مرة أخرى انطلاقة باليك مولن مميزة، وتجاوز سيارة الفيراري التي تراجعت إلى المركز الثالث. وبدأ حبس الأنفاس في الساعات الأخيرة للسباق، حيث بدت الأمور محسومة لسيارة المكلارن التي تقدمت إلى الصدارة، إلا أن فريق آي إف كورسي يحقق الفوز متقدما على فريق أبوظبي، فيما أكمل فريق فون راين مراكز منصة التتويج. يتم تحديد ترتيب شبكة الانطلاق للسباق الثاني بعد عكس الترتيب النهائي للسباق الأول، عوضاً عن اللجوء إلى حصة تأهيلية ثانية. وكان على السائقين كريم الأزهري وشهاب الفهيم شق طريقهما بين المتسابقين خلال لفات السباق الثماني إذا ما أرادا بلوغ منصة التتويج مرة أخرى. وكان معظم السائقين أسرع في السباق الثاني، فتمكن الإماراتي فرحان البستكي من تحسين توقيت لفته الأسرع حوالي 7 ثواني. ومرة أخرى كان السباق مليئا بالإثارة، وعبر الفهيم خط النهاية متخلفا بفارق نصف ثانية فقط عن الفائز بالسباق كريم الأزهري الذي سجل اللفة الأسرع في السباق الثاني أيضا بزمن بلغ 2:42.488 جزءا من الثانية. لكن النتيجة الأبرز جاءت من السائق الإيراني سام طاهري الذي وصل إلى منصة التتويج في المركز الثالث بعد خيبة الأمل التي مني بها إثر انسحابه من السباق الأول، وهو بالكاد يستطيع السيطرة على حماسته. قالوا لي أن السباقات مرض عديم الشفاء، والظاهر انه خلاص انا يعني اصابني هذا الفيروس، فيروس السباقات. I'm having a great time in the race. These guys are really crazy in the championship, so I think it's going to be a fun year. It was a hard race, but yeah, I managed to finish it. Yeah, it's been amazing, absolutely amazing. شجع كل واحد اللي بيحب السباق يجي يجربها at least once. بحاول اجيب المركز الاول طبعا، واللي امامي سائق محترف، وان شاء الله نحاول نوصل نفس الليفل ماله.